الخطيب البغدادي ده لما تعقب البخاري هيسكتوا له؟ لا ما يسكتلوش. ليه؟ للبخاري طود شامخ، والخطيب متأخر ولا يصل في علمه إلى البخاري، زي ما عملوا بالضبط مع ابن قتيبة فيما يتعلق بغريب الحديث لأبي عبيد. لما جاء ابن قتيبة وعمل كتاب غريب الحديث تعقب فيه أبا عبيد القاسم بن سلام، وطبعا أبو عبيد ده كان حاجة ضخمة جدا جدا، إبراهيم الحربي يقول فيه جبل نفخ فيه الروح، يقول في أبي عبيد جبل نفخ فيه الروح. فلما يجي واحد يتعقب هذا الجبل الذي نفخ فيه الروح يبقى هو يستاهل اللي جراله بقى. فابن قتيبة في كتاب غريب الحديث كتب مقدمة رائعة جدا يعتذر فيها عن أنه تعقب أبا عبيد، فكان من جملة ما قاله إن الله لم يخص بالعلم قوما دون قوم، بل جعله مشتركا مقسوما في عباده، يفتح للمتأخر ما أغلقه عن المتقدم، ويحييه بتال يعترض على ماض. وقعد يعتذر بطريقة ابن قتيبة، لأن ابن قتيبة كان أديبا وكان صاحب يعني قلم سيال. فالخطيب بقى علشان برضه عارف انه هيقولوا له انت ايه والبخاري ايه؟ ده ايش جاب لي جاب وايش خلاك تتعقب البخاري؟ كتب في مقدمة الكتاب اعتذارا عن انه تعقب البخاري، وقال كلاما معناه يعني معاذ الله ان نحط عليهم، انما نحن كما قال ابو عمرو بن العلاء ما نحن في من مضى الا كبقل في اصول نخل طوال. انا اطلع ايه؟ ده أنا مجرد بقلاية عبارة عن حبة رطب ها في نخلة طويلة عريضة. وقال إنما بهم تميزنا، إن قال بشعاع ضيائهم تميزنا وبهم عن الهمج تحيزنا. فيريد أن يقول إن ما عندنا من الفضل إنما هو منهم، وما عندنا من العلم إنما هو فرع على ما عندهم. فهم إيه؟ فهم اعتذر عن أنه تعقب. فالنهاردة لما يجي بقى الواحد زي الخطيب بغداد يتعقب البخاري، نقدر نقول له إزاي تتعقب وما ترك الأول والآخر شيئا؟ لا، بل الصواب أن تقول كم ترك الأول للآخر، ده الصواب. فالقول بقى أن علم الحديث نضج ثم احترق والكلام ده إنما يقوله من لا يدري علم الحديث، إنما كما قلت قرأ كتابا أو كتابين في الأصول النظرية ولم يمارس هذا العلم ممارسة عملية. يبقى معنى الكلام أن علم الحديث يعوزه تحرير وشرح، وأنا بقول هذا الكلام حتى لا يستروح أحدكم إلى الكتب المطبوعة أو المصنفة في هذا العلم ويسكت، بل لابد أن يكون خلف ذلك همة عالية. وكل ما تعرف أن هذا العلم في بعض القواعد يعوزه تحرير، كل ما يحصل لك نوع من النشاط. وطبعا ده مش معناه انك تتهور ها وتقعد تلطش بقى تخلي الله وانت ماشي، ما انت عايز تحرر بقى ها، فتقول لا ده غلطان في دي وغلطان في دي. لا، اعرف برضو ان العلماء الذين سبقوك كانوا على قدر عال من الفهم، والاعتراضات التي مرت عليك مرت عليهم ايضا، ربما وجد بعضهم جوابا وربما لم يجد جوابا.